السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحبتي الصغار؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. اليوم سنأخذ في مادة الرياضيات درسا جديدا في وحدة جديدة ممتعة إن شاء الله، وهي وحدة الزمن والنقود. واليوم سنبدأ بدرسنا الأول وهو عن أشهر السنة. إذا سنبدأ بنتعرف في هذه الوحدة على أشياء تتعلق بحياتنا اليومية من الوقت، الزمن، قراءة الساعة، معرفة الأيام والأشهر والسنة في السنة، ونتعرف على كيفية عد النقود، كل الأشياء والمواضيع الموجودة في هذه الوحدة، وهي من الأشياء التي نستخدمها أو نتعامل معها بشكل يومي في حياتنا. فعلينا أن نكون ملمين بهذه الأشياء، فتعرف كم الوقت والساعة في يدك، تعرف أنت في أي شهر من شهور السنة، تعرف كم عدد النقود وكم قيمتها التي الموجودة مثلا في جيبك. فكلها أشياء مهمة ومفيدة لنا في حياتنا اليومية. اليوم سنبدأ في أول درس وهو عن أشهر السنة. سنتعرف أسماء أشهر السنة. نحن نعرف أن الأشهر عندنا عبارة عن أرقام، شهر واحد، شهر اثنان، لكن كل شهر من هذه الشهور له اسم بالعربي يختلف عن الأشهر التي الأغلب مثلا يتعامل فيها، وهي الأشهر الإنجليزية. فنحن نتعامل بالأشهر العربية في التقويم الميلادي المعتمد معنا. إذا نحن نعرف أن السنة هي عبارة عن 12 شهرا، وكل شهر يحتوي على عدد من الأسابيع والأيام، تقريبا 4 أسابيع في كل شهر بزيادة يومين أو ثلاثة، ووجود 30 أو 31 يوما في كل شهر. سنتعرف على هذه التفاصيل بعد معرفة الشهور وأسمائها، ونقوم بحفظها إن شاء الله. أولاً نستكشف ما اسم الشهر الذي نحن فيه الآن. ما اسم الشهر الذي نحن فيه الآن؟ نحن الآن في شهر 4، وهو يسمى، أي أن لكل شهر اسم، واسم هذا الشهر هو نيسان. إذن هو شهر نيسان، شهر 4. إذن يبين التقويم، طبعاً كلنا نعرف التقويم الذي يبين لنا اسم الشهر و أيام الأسبوع وعدد الأيام في هذا الشهر. فكما تلاحظ هنا نستفيد من هذا من هذه من هذا التقويم معلومات عديدة. فنحن نعرف ما اسم الشهر الذي التقويم فيه، وهو شهر حزيران، وهنا أيام الأسبوع من الأحد، وطبعا نحن يبدأ الأسبوع عندنا من السبت وحتى الجمعة، كوننا نمشي على التقويم الميلادي العربي، و ليس من الأحد، كونه يوم الجمعة هو نهاية الأسبوع. فهنا يبين لنا أيام الأسبوع وعدد الأيام التي تمر خلال هذا الشهر، فكل رقم من هذه الأرقام يبين لنا نحن في أي يوم أصبحنا من الشهر الحالي الموجودين فيه الآن. كان أقول مثلاً مرت 7 أيام من الشهر، فهذا هو العدد 7، أي أن مر من هذا الشهر 7 أيام. في أي يوم؟ في يوم الأربعاء كان 7 أيام من الشهر، وهكذا. ويكون الشهر يتكون من 30 يوماً أو 31، فتختلف الشهور، منها من يحتوي على 30 يوم ومنها 31 يوم. إذن لدي هنا الأشهر، وهي 12 الموجودة والتي تتكون منها السنة الميلادية. إذا نحن سنتعرف الآن على الأشهر الميلادية بأسمائها وليس فقط بالأرقام.
يبدأ بداية السنة بشهر واحد وهو يسمى كانون الثاني. إذا كانون الثاني هو شهر واحد، وشباط أو شباط هو شهر اثنان، شباط هو شهر اثنان، آذار شهر ثلاث، آذار شهر ثلاث، نيسان وهو الشهر الذي نحن فيه الآن وهو شهر أربعة، أيار وشهر خمسة، حزيران هو شهر ستة، تموز شهر سبعة، وآب هو شهر ثمانية، وأيلول هو شهر تسعة، وتشرين الأول هو شهر عشرة، وتشرين الثاني هو شهر إحدى عشر، وكانون الأول وهو نهاية السنة الميلادية وهو 12. إذن ينتهي بكانون الأول ثم يعود ويبدأ بكانون الثاني. إذن هذا ترتيب الأشهر الاثنى عشر شهرا على مدار السنة، فعلينا أن نقوم بحفظه حتى نعرف كما نعرف قراءة الأرقام والشهور بالرقم، علينا أن نعرفها بالاسم. فكل شهر له اسم، كما لكل طالب موجود معي له اسم خاص فيه، فهذه الأشهر لها أسماء وعلينا أن نقوم بحفظها معا. إذا أذكر أشهر السنة بالترتيب، علينا أن نكتب أشهر السنة مرتبة حتى نتمكن من حفظها، فبعد حفظها والتمكن منها ستعرف أسماء التواريخ، أسماء الأشهر دون التفكير، ستجيب عليها بسرعة. إذا سنكتب الآن واكتبوها أنتم على دفاتركم لخط مرتب وجميل، وهذه هي أشهر السنة وهما 12 شهرا، بداية من كانون الثاني. إذا نبدأ بكانون الثاني، ثم شباط وهو شهر اثنان، ثم آذار ثلاث، ثم نيسان أربعة، ثم أيار خمسة، ثم حزيران بضم الحاء، حزيران وهو ستة، تموز الميم مشددة، تموز وهو شهر سبعة، آب ثمانية، وأيلول هو شهر تسعة، وتشرين الأول وشهر عشرة، وتشرين الثاني شهر إحدى عشر، وكانون الأول نهاية أشهر السنة كانون الأول وهو شهر اثنا عشر. إذا علينا أن نحفظ أشهر السنة الميلادية بالترتيب حتى نتعرف على أسمائها ونحفظ أسمائها: كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، ونهاية كانون الأول. هذا هو كانون الأول. الآن نعود إلى كتابنا حتى نقوم بحل الأسئلة. إذا تعرفنا هكذا على أسماء الأشهر الاثنى عشر معنا بالترتيب، والآن علينا أن نحفظها جيدا حتى نعرف أي شهر ما التالي له وما السابق له، كما الآن سنتحقق في هذه الصفحة، في الصفحة 73، لنحل سويا الأسئلة المتعلقة فيه.
إذا أتحقق من فهمي، أكتب الشهر التالي والشهر السابق للأشهر الموجودة عندنا. عندي هنا شهر أيلول. إذا كنا في شهر نيسان، فإن الشهر السابق له هو أي شهر؟ هو شهر أيار. إذن الشهر السابق لشهر نيسان هو شهر آذار. وما الشهر التالي لشهر نيسان؟ هو شهر أيار. إذن يسبقه آذار ويأتي بعده أيار. إذا كنا في شهر أيلول، فما الشهر السابق له الذي جاء قبله؟ هو شهر آب. والشهر التالي لشهر أيلول هو تشرين الأول. في السؤال الذي بعده، اكتب الأشهر المفقودة. إذا كان يبدأ من حزيران، يأتي بعد حزيران تموز. سنكتب هنا تموز، ثم بعد ذلك شهر آب، وبعد آب أيلول، بعد أيلول تشرين الأول، وبعده تشرين الثاني. إذا بعد تشرين الأول يأتي تشرين الثاني. أستعمل التقويم المجاور لأجيب عن الأسئلة التالية. عندي هنا التقويم الذي يبين مجموعة معلومات مثل الشهر وعدد الأيام وأيام الأسابيع، أيام الأسبوع. يقول لك ما اسم هذا الشهر؟ وهو هنا يبين لنا أننا بشهر تموز. تموز طبعاً وهو شهر 7. كم يوماً فيه؟ ننظر إلى نهاية هذا الشهر، وهو هنا عدد الأيام الموجودة في الشهر، وهي 31 يوماً. إذن يحتوي على 31 يوماً. ما اسم الشهر السابق له؟ ما الشهر الذي يسبق تموز؟ نعم، هو شهر حزيران. وما اسم الشهر التالي له؟ هو شهر آب. كم جمعة في هذا الشهر؟ هذا هو يوم الجمعة. نقوم بعد الأيام التي مرت على هذا اليوم خلال الشهر. 1، 2، 3، 4. إذن كم جمعة في هذا الشهر؟ هو 4 جمع. 4 جمع. تبرير: معتمداً التقويم السابق، في أي يوم انتهى الشهر السابق؟ أبرر إجابتي. إذا كان هذا التقويم في شهر تموز، وابتدأ هذا الشهر في أي يوم؟ يوم الاثنين. إذن بداية الشهر كانت في يوم الاثنين. ما آخر يوم؟ آخر يوم كان في الشهر السابق هو يوم الأحد. إذن هنا يوم الأحد، لأن الشهر الذي يليه التالي قد بدأ من يوم الاثنين، فالشهر الذي قبله انتهى في يوم الأحد. هكذا أحبتي نكون قد انتهينا من حل الأسئلة المتعلقة بدرسنا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا واستفدتم. أراكم إن شاء الله في الحصة القادمة بخير.